شركة إريكسون للشبكات الدولية ترى أنها بحاجة إلى جرعة من التحديث في مجالها التقني، إذ أعلنت استحواذها على شركة الاتصالات السحابية فوناج في صفقة تبلغ أكثر من 6 مليارات دولار. شركة فوناج تأسست عام 2001 وتقدم خدمة الاتصالات الهاتفية الصوتية عبر بروتوكول الإنترنت، وطورت في السنوات الأخيرة منصة اتصالات قائمة على الخدمات السحابية. ومع فوناج ستحصل إريكسون على نهج أكثر حداثة للاتصالات، يتضمن مركز اتصال سحابيا وواجهات برمجة تطبيقات للاتصالات. وتعتقد إريكسون أنها ستتمكن من الاستفادة من شبكة من المطورين في جميع أنحاء العالم لبناء تطبيقات تعتمد على تقنية 4G و5G، مما يوفر للشركة منصة لمساعدة العملاء على تسيير الاستثمارات في الشبكة، ويعود بالفائدة على المطورين والشركات. من جانب آخر، شركة نوكيا الفنلندية التي أضاعت في السابق فرص الاستفادة من الطفرات التكنولوجية المختلفة وتأخرت في تطوير رقائق إلكترونية للاستفادة من الجيل الخامس من تقنيات الاتصالات، بالإضافة إلى فقدها ريادتها في مجال صناعة الهواتف المحمولة عندما ظهرت الهواتف الذكية الجديدة. صرحت أن العالم الافتراضي ميتافيرس الذي أعلنه الرئيس التنفيذي لشركة ميتا أو فيسبوك سابقاً سوف يتطلب من شركات الاتصالات تحديث معداتها لمواكبة سرعات الاتصالات الفائقة المطلوبة لإنجاح هذا المشروع. ولم تتوقف شركة هواوي هي الأخرى عن رفع مستواها التقني، إذ وقعت اتفاقية تعاون مع شركة بتروجيت للمشروعات البترولية والاستشارات الفنية، تهدف إلى تعظيم القيمة الصناعية لمشروعات بتروجيت عبر استخدام حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي توفرها هواوي في كل مراحل المشروعات البترولية.